السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. اليوم البنات جبنا لكم واحد الحلوه ديال الصبيعات، كتجي ممتازه واقتصاديه، ما فيهاش المقادير بزاف ديال الفرماج. نخدم لكم المقادير البنات. عندي هنايا ربع ديال الزبده، وعندي ربع الفرماجات، وعندي فانيليا كتكونش فيها الخميره، وعندي عشق تاع السكر كلاصي، والفرص كيبقى على حسب الخليط. بسم الله نبداو على بركة الله، نجيبو البصرية. بسم الله نبداو بالزبدة. كبو فانيليا البنات، سكر كلاصي، العشق ديال السكر كلاصي. نضيف الفرماجات، نضيف الفرماجات، نخدمو هاد الزبدة والفرماج. هاد الزبدة مزيانة البنات، كتولي بحال الكريمة هي، والسكر كلاصي والفانيليا فرماجات. نستجمو ليها العناصر ديالنا بعد ما خلطنا الزبدة مزيان. نجيبو طفيل، نضيفو شوية بشوية، ملي جمعنا العجينه ديالنا هي الشكل ديالها كيفاش كيكون. كتجي طبعا البنات تجيبين وبين العجينه ديالتها، وكما قلت لكم الدقيق على حسب الخليط. نمشيو دابا نشكلوه. حنا المشاهدين رجعنا لكم باش نشكلوا الحلوه ديالنا، نقوروها بحال هذا الشكل على هذا الحجم. ندير عليها بحال هكا صبيعاتنا كما كتشوفوا. نعاود لكم شي وحده اخرى ساهله البنات ودغيا كتوجد. كنديرو ليها بحال هكا، كنقصوها بطريقة الصبيعات كما كتشوفو، تجي على هاد الشكل. نتمنو البنات تجربوها، راه كتجي مزيانة، كتجي ممتازة وساهلة في التحضير، فيهاش المقادير بزاف، كتجي ممتازة. حنا المشاهدين حنا صيدنا، كي عملنا الطاطا ديالنا غنوضعوها في الفران
ونتلقاو من بعد ما طيب لينا الحلوه ديالنا. من المشاهدين بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا الشكل ديالها كيفاش كيكون، كتجي ممتازه البنات وكتجي رطبه حمراء. دابا غنجيب السكر كلاصي كما كتشوفوا، نديرها في السكر كلاصي بهذا الشكل. نتمنوا البنات تجربوها، راه كتجي ممتازه وسهله وما فيهاش المكونات بزاف وسهله في التحضير. دابا سخونه ملي كتبدوها من الفران باش السكر كلاصي يشد فيها، نديرو السكر كلاصي احنا المشاهدين. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم، هذه هي الحلوه ديالي، كنتمنى تعجبكم عفوا وجربوها، ما غتندموش عليها، كتجي ممتازه البنات وهشيشه وفيها المكونات بساط، وكنتمنىكم تجربوها كيفاش كتجي. كتجي ممتازه البنات كما كتشوفوا، كتجي محمره وهشيشه البنات. وسلام عليكم، لعواشركم مبروكه، العيد مبارك سعيد، الى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.